وهل صحيح أن الزوجة خلقت من ضلع الرجل؟ إيه نعم صحيح، قيل من الكتف من العضو الذي يأتي عند القلب، خلق الله عز وجل من أنفسكم أزواجة. هنا طب أنا يعني في ناس ما تتزوج وفي ناس تتزوج، فكيف يعني ما دخل أصل الخلقة بأصل التناسل؟ ما لها علاقة أختي، هذه أصل الخلقة، مثل إحنا من طين، إحنا مخلوقين من طين، والله في ناس ما تندفن وناس تنحرق، ما يخصها، إحنا مخلوقين من طين. تمام اقتنعتي؟ صحيح اقتنعت. نعم نعم. والقرار بعدم الزواج هل هو خطأ؟ هذا الزواج يرجع، ما أقول خطأ، لكن الإسلام نهانا عن الرهبانية، علمتي؟ نهانا عن رهبانية، والأصل في المسلم والمسلم أن يتزوجها، الأصل يعرف نفسه وكذا، لكن الزواج ينقسم لأحكام، أحيانا يصبح واجب إذا الإنسان خشي الزنا، أحيانا يصبح مستحب، وأحيانا يصبح مكروه إذا الإنسان مريض ويخاف ينقل مرض لزوجته، وأحيانا يصبح حرام إذا كان مريض معضل مثل الإيز ويريد يتزوج بوحدة وما يخبرها، يصبح زواجه من حرام، وأحيانا يصبح حرام إذا أراد يتزوجها بنية الطلاق، يصبح حرام. لكن أنا كمأذون مثلا ما أعرف النية، أنا الآن مأذون وسيم، حنين تريد تتزوج محمد، ما أعرف نية محمد أنه طلاق، كعقد شرعي صحيح بس حرام زواجه وعليه إثم لأنه خدعها وخدع المأذون وخدع ولي الأمر، ما نقدر نقول زنا يعني، علمتي؟ 100%. نعم فهذا يرجع لك. هل يجوز، عفوا، يرجع لك القرار مو لي. آه إن شاء الله. هل يجوز أن يكون للمرأة خصوصيتها في الزواج، يكون في عندها مساحتها الشخصية اللي ما تضل تكرس كل حياتها للرجل اللي بس تستناه يروح من الشغل أو تضلها وراه إيش بدك أنا جاهزة؟ يعني ما فهمت سؤال. هل يجوز أن تكون المرأة يعني يكون لها خصوصيتها، تأخذ يوم كل راحة؟ كل إنسان له خصوصيته، أقرب الناس لخصوصية الزوج هي المرأة، وأقرب الرجال لخصوصية المرأة هو الزوج، لكن تبقى هناك زاوية مظلمة فيها خصوصية لكل الطرفين.